FM. الكلمة ليك. سبت الفادات التوال هو مع جدب معناها شنو اسم الواد هو واد هي موجودة في لا ثم واد ثم واد قالت راه ولادنا مرضوا من الواد هذايا والفضلات ثم واد جميل جدا موقع خلاب واد الفوار يضر لي كان نسيت أنا وما عجبهم ما يصب وعنده عوام يصب هذاك ما فهمش علاش ما يصب حاطينه في منطقة مع جدبها واد في منطقة جميلة جدا في منطقة إذا هي الحزام السياحي لمدينة الحمامات ما فهمتش أما نعرف ثم مستمعين ديجا طلبوا قالوا ولادنا راهو مرضوا ماذا بينا سيد ناجي جلول يشوف لنا حكاية مصب الفضلات هذين في بنيويل كانوا ماشي للولاية مش أنا مسؤول عن مصب الفضلات أما لو كان يتوصل الحكاين مش نقلها المدرسة شكرا نجم تنقلها بيسور شوف مش ممكن أنا ممكن باسي الفضل المدرسي مش ممكن ولد يقرأ في بلاصها حيوتها خايبين واحنا عام جاي برومير دوزيام اني بدلنا لهم الكتب ورق ممتاز مش نعاود نهرلو لهم سومون وازرق وماش نبدلو لهم الكولور مش بدلو لهم الطواول مش تدرس في فضاء يا اخي تنجم تعيش في دار ما تحب شويه كونفور في دارك كي تروح الفضاء سي امبورتون الفضاء من جنبش صغير يقرا مع جنب صب زبله مش معقول مش ممكن قالوا لك شوف لنا الوضعيه نتاع واد الفواره سيدي الوزير هذا هو نسيت انا خاطر انا عامل كتاب على نابل وقت اللي حضرت كتاب على الحمامات على كتابي على الحمامات صورت الموقع هذاك كان موقع جميل جدا وفيه داير منطقه اثريه سي دوماج ما فهمتش علاش ونعرف المصب قديم راهو سي دوماج علاش بني وائل فيه هذا التفاعل نتاع الكلمة ليك.